جزئيات المباراة علي بن شيخ، على العموم هل تعتقد بأنه ليكانس كان محق لما صرح قبل اللقاء حذاري من منتخب زيمبابوي، المباراة هامة، قال للاعبين بأنها أهم مباراة في الدورة؟ كي شفنا المباراة شفنا منتخب زيمبابوي خاصة في الشوط الأول متماسك ويلعب كرة جميلة فاجأتنا كثيرا. نعم في هذه سوي داكور مع المدرب ليكانس، ما تحقرش بيان سور لادفيرسير بروميير ميتون، لعبوا هما احسن منا لانهما خداو الكره حطوها ولعبوا كيما خمو هما. حنا بروميير ميتون اون افي لي جوار تاعنا ما يحطوش البالون، لا شاك فوا يرميو دي بال لونغ، وهما كانوا فري علينا و ايزيتي فولونتير كدا، دونك هما اللي حكمونا بالون وميتريزاوه. نقول لك لا دوزيام ميتون، لا دوزيام ميتون ايتي تري بروميرمون يا يو ان تري بو كوتشينغ تاع لونترينور اللي خرج بالخيطر ودخل مفتاح، سيتي بون شوز، لان بالخيطر كان شويه البيت نجمو نقولوا يسال فيه شويه البرومي بيت، ما عرفش كاش يدخل لاتاكون للجو خلاه يروح على الكوتي غوش. هذاك اللاعب ممتاز، لاعب رقم 10 هذا محاشي دار داير مفتاح لا في اون ميتون اونوراب الشوط الثاني. نعم، وقالنا كي دخل غزال خلى محرز يلعب ليبر، وكي يلعب ليبر محرز تي بلي دونجورو، لا ماركي اونكور ان دوزيام بيت. راح ندخلوا في التفاصيل فيما بعد. نتاع على العموم هل تعتبر المباراه منطقيه 2 مقابل 2؟ نو منطقيه، لان لا لوجيك افولي كو بروميير ميتون هما لي دوميناونا، دوزيام ميتون حنا لي دوميناهم. إيزو إي بلوس دوكازيون دو بيت علينا، حنا أوناي وحدة ولا زوج، مي هما بلوس. بولحي كان في وقته كيما يقولوا لا سوفي با مال دو حتى وأنه الهدف الأول يتحمل مسؤوليته شوية. الهدف الأول تبعه عن باله راح يخرج على الكار ما راح وينجم يجيب تحمل به، وهذا هو سي با فوت يا با بيت، مي بون ماتش نول. صلع صاد، المباراة كانت منطقية.